بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي دكتوره همة الحداد، انا استاذه باطنه سكر وغده صماء في القصر العيني. النهارده هندردش شويه عن حاجه مهمه جدا. اكيد طبعا كل شويه بتلاقوا الدكاتره بتتكلم عنها، عن السكر وصيام رمضان. وده الحقيقه من الحاجات المهمه جدا اللي لازم كلنا بنسأل فيها. أي مريض سكر لازم يروح لدكتور ويسأل ويتقص عشان يعرف. السكر المعتمد على الأنسولين من النوع الأول ده ما يصومش رمضان. أنا بستأذن حضراتكم من حيث المبدأ ما يصومش رمضان. السكر الغير معتمد على الأنسولين اللي هو من النوع التاني يستحسن إن هو يزور الدكتور بتاعه قبل رمضان على الأقل مثلا بأسبوعين لشهر، عشان حاجة واحدة، عشان يعرف يقدر يعمل له تقييم الحاله الصحيه بتاعته والتحاليل اللازمه عشان يشوف وضع السكر واستقراره قد ايه. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا المفروض ان هو الدكتور بيتكلم مع المريض يظبط له الادويه بتاعته بحيث ان هو يتكلم معاه في نوع التغذيه اللي هياخدها في رمضان، السوائل اللي المفروض ياخدها، خاصة إن إحنا في السنين اللي فاتت رمضان ده جاي دايماً جاي في الحر، والحر الحقيقة بيبقى فيه معاه عدد ساعات صيام جامدة جداً، بيبقى البني آدم عرضة إن هو يجيله جفاف، وطبعاً مريض السكر لو غير مستقر هيبقى عرضة إن يجيله جفاف أكتر من البني آدم الطبيعي. طيب، إيه النصايح اللي نعملها؟ أو بمنتهى البساطة في حاجات خاصة بالتغذية، في حاجات خاصة بإنه المريض لازم يحلل نفسه، في حاجات خاصة باستعمال الدواء وكيفية استعمال الدواء. من الحاجات المهمة قوي اللي لازم نعرفها إن تغذية المريض بتاع مرضى السكر بتكون بتعتمد على التوازنات، تمام، والبعد عن السكريات. وفي نفس الوقت في نشويات بقيمه معينه بس في توازنات، يعني ما ينفعش جدا ان انا اكلي كله يعتمد على صنف واحد زي النشويات واقول اصل السكر بيعلى ليه؟ انا بحب جدا ان الغذاء بتاعنا يبقى متوازن، تمام؟ الحاجه الثانيه احنا بنخلي في وجبه خفيفه ما بين الفطار والسحور في صوره مثلا فاكهه ما تكونش السكر بتاعها طبعا فاكهه زي تفاحه زي برتقانه زي على اساس ان هي تبقى سناك خفيفه بينهم. وفي نفس الوقت لازم المريض يتابع مع الطبيب بتاعه يبتدي يحدد له توزيع وجرعه الدواء، لان طبعا في عدد صيام كبير. طب ايه الاوقات اللي يحب قوي ان المريض بتاعنا يحلل السكر عشان يطمن عليه؟ من بعد العصر لحد قبل المغرب بساعه، ده عشان نشوف اخبارنا ايه، تمام. ومن بعد المغرب بساعتين اذا حس المريض باي اعراض لازم يحلل السكر. الحاجات التانية ان هو يستحب ان هو ياخر السحور بتاعه، ولازم يشرب كميه ميه كبيره جدا ما بين الفطار والسحور. ده الملخص البسيط، لان طبعا كل مريض لازم يتعمل له التقييم، ولازم نشوف نوع العلاج اللي بياخده ايه، ولازم يكون قبل رمضان باسبوعين لشهر يتم زياره الطبيب لتقييم الحاله بتاعته. طيب، بنخاف قوي لو السكر غير مستقر او لو المريض معتمد على الانسولين. ليه بنخاف من الانسولين؟ لسبب بسيط، غير ان احنا بنخاف طبعا ان هو ياخد جرعه انسولين يصوم فيجيله هبوط، ان المرضى دول ممكن جدا يكونوا عرضه لان هم يدخلوا في ارتفاع عالي في سكر الدم، وده ممكن يعمل لهم غيبوبه اللي هو يكون عندهم كيتون بودز، اللي هم بنقول عليهم ضربات الكيتو اسيدوزي، اللي هم بيكون عندهم ارتفاع سكر كيتوني، تمام. ودي طبعا بيبقى فيه العيان بيبقى جفاف وبيعمل بيتبول بشكل غير طبيعي،
يبتدي يدوخ، وممكن يدخل في اكتشوال كوما. ولو عملنا سكر في البول هنلاقي سكر واسيتون، وطبعا ده لازم يتنقل للمستشفى وياخد محاليل وياخد انسولين عن طريق المحاليل. فعشان خاطر دايما نكون في صحة طيبة وبخير، يستحسن جدا ان احنا نلتزم ان احنا نزور الطبيب المعالج قبل رمضان. انا بحب شهر 40 ده قليل قوي، انا بحب قبلها بشهر نعمل التحاليل، نعمل التقييمات، نقعد مع الدكتور نتكلم في التغذية طول رمضان، نقعد مع الدكتور نعرف التبقيطات اللي احنا هنحلل فيها السكر وايه اللي مسموح وايه اللي مسموح. وطبعا يا جماعة انا عارفة ان كل الناس بتحب قوي انها تصوم رمضان، بس ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله يحب ان تؤتى واحد. متشكرة قوي ليكم.